مرحبا، اسمي وسام كمال. انتو عم تحضروا شو صار اليوم؟ شو صار اليوم؟ اللي صار اليوم انا شفت فيديو بمقابلة على التليفون لوزير الصحة حمد حسن. شكرا حمد، شكرا حمد، شكرا حمد، شكرا شكرا شكرا, شكرا. وبهذه المقابلة قال هالشي، وانه بكلمة لا داعي للهلع انتصر حمد حسن، لانه ما خليت الناس تخاف، عيشت الناس بمعنويات عالية. نعم سمعتوها، وزير الصحة بجملة لا داعي للهلع انتصر. هلا بعد 190 ألف إصابة وبعدنا عم تزيد، ما بعرف شو انتصر على المزبوط، يعني يمكن ربح قالب جاتو عن الودن أو سيكريت. شفت كم فيديو أونلاين حاطين نفس المقابلة وعم بيمزحوا مع الوزير، بس أخبركم شغلة، إنه الوزير بجملة لا داعي للهلع صار له بينتصر على مدى التاريخ، وإذا مش مصدقيني شوفوا. They might take our lives but لا داعي للهلع. هلع. I have a dream that لا داعي للهلع. محمد صلاح يا رب. محمد لا داعي للهلع يا رب يا صلاح. محمد صلاح، محمد صلاح. وأبا الله 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 يا بلاد الله. لا داعي للهلع. انتصرنا. مرسي انو حضرتوا الحلقة من ايش وصار اليوم. اول شي عبالي اقول مرسي كتير كبير لمجد خوري اللي عمل الانيميشن تبعي هذا البرنامج، اللينك تبع الفيسبوك تبعوه له بالدسكريبشن، ففوتوا الحقوه وعملوا لايك وشير لاصبحوا طعم لهذا الفيديو. حطوا بالكومنتس شو كان رايكم وشو عبالكم احكي عن اي توبيك بالايام الجاية. سبسكرايب وحضر قصة زيادة عندي بالشانل، وشوفكم قريبا بقبلنا الله. انتصروا، كلنا ننتصر مع بعض.